الجيش المصريين. جيشك وشعبك محفوظة يا مصر. القوات المسلحة تؤكد دائما أن ولاءها لمصر ولشعبها العظيم، وأنها ستظل الدرع الواقي والحصن المنيع للبلاد. فالقوات المسلحة المصرية لا تدخر جهدا من أجل رفعة شأن الوطن وحماية أراضيه، إلى جانب المساهمة الفعالة في القيام بمعاونة أجهزة الدولة المختلفة في التصدي للأزمات المختلفة التي قد تتعرض لها البلاد. فالجيش المصري يثبت يوما بعد يوم وعام تلو الآخر أنه وبحق هو خير سند لشعبه العظيم وقاطرة التنمية التي لا تتوقف أبدا، وأن هذا لم يأتي من فراغ ولكن جاء نتيجة لعمل متواصل وجهد دؤوب ويقظة مستمرة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه هي رسالة الجيش المصري في هذا الأسبوع. في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، والتي توافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق في 9 من مارس عام 1969، أناب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر. وقام القائد العام للقوات المسلحة يرافقه الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية بوضع باقة من الزهور على النصب التذكاري للجند المجهول. سلام الشهيد، سلام زنا. كما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد. ثم توجه لقراءة الفاتحة على قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات. وفي نهاية مراسم الاحتفال قام بتحية عدد من قدام القادة السابقين. وكبار قادة القوات المسلحة. تزامنا مع بدء احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مؤتمرا صحفيا للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية، تم من خلاله الإعلان عن أنشطة وفعاليات الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم لهذا العام. وأكد اللواء أشرف أحمد شريف مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب أن احتفال القوات المسلحة بهذا اليوم الذي يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض، والذي عكس تلاحم القائد مع جنوده في الصفوف الأمامية، وأن ذلك الاحتفال يأتي تأكيدا على وفاء القوات المسلحة لشهدائها الأبرار الذين جسدوا بأرواحهم أسمى معاني الوطنية والفداء وسطروا أروع الملاحم البطولية لتبقى راية الوطن عالية خفاقة
مؤكداً أن القيادة العامة للقوات المسلحة لا تدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والرياضية والاجتماعية لأبنائها من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، تقديراً لما قدموه من تضحيات لإعلاء كلمة الوطن. وفي النهاية نقول إن رجال القوات المسلحة يواصلون الليل بالنهار من أجل الحفاظ على أمن واستقرار هذا الوطن، هذا بجانب جهودها الإنسانية في تقديم الدعم والمساعدات العاجلة للمواطنين للتخفيف من آثار الأزمات التي قد يتعرضون لها. حفظ الله مصر دائما أرضا وشعبا وجيشا.